أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل اختلاط من المسائل الاجتهادية التي يسوغ فيها الخلاف، وهل يتغير حكمه بتغير الزمان والمكان؟ أن ما تعبدنا بالخلاف والأقوال، تعبدنا بالكتاب والسنة. والأقوال إذا والخلاف إذا كان له دليل من الكتاب والسنة فعلى الرأس والعين، أما إذا كان مجرد خلاف أو مجرد رأي لبعض العلماء ولا دليل عليه فلا يجوز لنا نأخذ به، لا يجوز لنا نأخذ به. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. والذين يبيحون الاختلاط يخالفون الإجماع، الاختلاط الذي سبب الفتنة هذا محرم بالإجماع. من قال إن الاختلاط جائز؟ منه؟ ما نعرف أحد من العلماء، والكتب كلها مشحونة بمنع الاختلاط. نعم.